هناك حاليا انتخابات قادمة، انتخابات رئاسية قادمة في سوريا بتاريخ 3 حزيران 2014. نعم. لإعادة انتخاب بشار الأسد، ما هو رأيك بهذا الشيء؟ أقول أن من أراده النظام يضعه النظام، وكل إنسان رشح نفسه فهو مرضي عند النظام، هذا سينجح عندهم. أما نحن فلا نرضى بهم لأنهم لا يمثلون لنا الشعب، وهذا أمر اختاره هم. أما من نرتضيه نحن فإنه إما أنه مشرد أخرجوه بقصف البراميل، أو إنه مهمش، وهذا لا يرضى عنه سائر المجتمع السوري. ما هو رأيك بعادة ترشيح بشار الأسد نفسه للرئاسة من جديد؟ يعني أن فرعون لم يفعلها مرة أخرى، فإذا أراد أن يفعلها فكل من يؤيد هذا الأمر فهو مشترك معه في الجرم ووزره عليه. سبحان الله، يوم يفرون من بعضهم البعض يوم القيامة، وكل من يرتضي هذا الرئيس رئيسا عليه فهو ليس رئيسا لنا، إنما يمثلنا من يشاركنا في الهموم والأحزان، وهؤلاء ليس عندهم أي ضمير يشارك الشعب السوري في ذلك. مساء الخير. مساء النور. ممكن تقول لنا شو اللي جدك؟ أي شظية. شظية؟ إيه. من وين جبت الشظية؟ جدنا من جنيف 2. من جنيف 2؟ نعم. ومن جنيف 2 لهون حسنا بتوصل الشظية؟ لك إيه، بس من أول البيت ما بتوصل، من أول بشار ما بتوصل، بتوصل بس من جنيف لعب استراصر، ما نطلع بحرارة بس. شو رأيك بانتخابات الرئاسية القادمة؟ انتخابات إيش؟ محسود وجايز خالص. مين؟ شو الأسد. هو باقي؟ لا إن شاء الله لا. بلاش عن طول إذن هو باقي؟ نعم، ما بحط رئيس، وين بحطوه؟ هنين بحطوا رئيس؟ نعم. مين هنين؟ يعني أمريكا وروسيا وغيره وغيره. شو رأيك بانتخابات الرئاسية في هالفترة بالذات؟ هلا بصراحة الانتخابات الرئاسية يعني مسرحية للشعب السوري. أول شيء هو فكر حاله إنه عنده ديمقراطية وهيك، بدي فرجي العالم إنه نحن عنا ديمقراطية، وعم يعني حتى في كذا منافس له، مشان إيشو إنه أنا بنتخب بديمقراطية تامة، واللي بده ما يختارني ما يختارني، بس طبعا كل هاد مسرحية على الشعب. يعني ما رأيك بالانتخابات القادمة؟ أنا رأيي انتخابات أكيد فاشلة، لأنه بالأخير دي ينتخبوا بشار الأسد اللي بدي يأخذ السلطة عنوة عنا، يعني أكيد ما في مجال. بتمنى إنه يعني اللي الناس اللي ده تنتخبه تفكر شوي، لأنه هو خرب البلد طبعا، دمر البلد. بالأخير بيجي بحط مرشحين، أكيد المرشحين اللي حطهم أكيد ينتخبوه لأنه هو أكفأ منه، أكيد ما في مجال يعني. وبتمنى يعني الناس تحس اللي مؤيد قاله تحس بهالشي اللي عم بيصير فينا يعني هون في المناطق المحررة. انتخابات رئاسية شيء حلو. هلا انتخابات هلا بصراحه هلا بالمنطق وبالعقل انه موضوع ما في شيء اسمه انتخابات هلا بالوقت الحالي، لانه يعني هلا منطقيا النظام ما رح نقول بشار الاسد عبوجه، بس رساله للعالم انه انا لي شعبيه، بس هي رساله دي وصلها، لانه في ماده بالدستور بتنص انه اذا كانت بلد في حاله حرب مدة سنتين تلقائيا، فهي عباره بس لعبه يعني امام المجتمع الدولي. هو المجتمع الدولي ما هو يعني بغض النظر عن موضوع الانتخابات. عفوا، متى تمدد بشكل تلقائي؟ في حال حسب ما انا تبادر لذهني، بظن اذا كان البلد في حاله حرب، فهو في حاله حرب مع مين ما بعرف، مدري مع اسرى او مدري مع الشعب. يوجد اكثر من مرشح انتخابي هذه المره، ما رايك بهذا الشيء؟ طبيعي الاخطبوط له اكثر من زراع. نفس الجوله وفي نفس مقبره الشهداء المجهولي الهويه، التقينا بمواطن اخر سوف يحدثنا عن الانتخابات واعاده الانتخاب. مرحبا. اهلا وسهلا. تعرفنا نفسك؟ بشار عرب. أخ بشار، سمعت كما سمعنا عن إعادة انتخاب بشار الأسد أو إعادة الانتخابات الرئاسية بشكل عام، ما رأيك بهذا الشيء؟ والله يا أخي رأيي يعني ما له مكان طاول في هالدور، يعني عم يجي ليرشح حاله بعد كل الدمار اللي عم يجرى. شوفت عينك المناطق المدمرة، يعني بأي وجه أنه بده يجي يرشح حاله للانتخابات؟ هذا يعني شيء ما بيجوز، الدول كلها لازم تشوف هالشيء. يعني هلا ما لازم يحط حاله بالموقف، عرفت شلون؟ يعني حرام عليه، اكبر حرام يجي رشح حاله في الترشيح للانتخابات. ونحن ان شاء الله منصورين ان شاء الله، وما منريده يتم بالحكم طاول. التقينا بالسيد ابو حسين. مرحبا. اهلا وسهلا. نريد ان نسالك عن الانتخابات الرئاسيه القادمه. قرانا كما قرات انت ربما او سمعت أنه بتاريخ 3 حزيران سوف يكون هناك انتخابات رئاسية أو إعادة انتخابات لبشار الأسد، ودخل مرشحون آخرون على الانتخابات. ما رأيك أولا بإعادة الانتخابات في هذه الفترة بالذات؟ والله هي الانتخابات مسخرة،
فهمت علي؟ ومهزلة يعني الناس قتل لك في برات برات سورية في حكومات تستقيل مشان إذا قتل واحد ولا اثنين لك اليوم يعني عنا بيجي 500 ألف شهيد ولسه عبد الانتخابات إيش هالحكي هذا يعني والله العظيم مهزلة مهزلة استخفاف في عقول البشر مفكرين إنه هالشعب العربي ما عنده مخ ما مفكرين هيك مفكر هيك مفكر هو يعني أحكي لك شغلة إن هذا إذا كان يصير استفتاء مفروض يصير استفتاء إنه هذا رئيس أم ندل هذا رئيس أم ندل يعني لا بيحكي لنا في المقاومة لكن نحن علمنا المقاومة نحن شعب صار له 3 سنين عم بيقاوم نحن بنعلم المقاومة ما هو المقاوم الشعب السوري هو المقاوم ولسه على طلعنا بالاستفتاء ايش هالاستفتاء هذا يستفتي هو اذا كان هو اذا كان الشعب السوري بده يستفتي كما تكون يولعكم نحن شعب مقاوم نحن شعب مقاوم وما حد بيستفتي هو غير مرته ما حدا بنتخبه اذا يعني اول مره في تاريخ سوريا يكون اكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهوريه ما رايك بهذا الشيء هذا ما ترشي هاي التمثيليه في تمثيليه قبل 99.9 ولا قبل 99.9 وابو كمال مقبور 99.9 وهذا كمان تمثيليه مثل التمثيليات الثانيه يعني ما تمشي على الشعب السوري الشعب السوري والله وعمل هيك والله العظيم عم استخفوا بعقولنا يا اخي والله نحن شعب بنفهم وطلعنا على اوروبا ودورنا على اوروبا وانخرطنا بالاوروبيين صرنا مثل وتفتحنا مثلهم ونحن لشعب حضاري نحن علمنا الحضاره نحن صدرنا الحضاره والله العظيم اقسم بالله لا نرضى نقطع اطفالهم هو عم يقتل اطفالنا ناس نحن ما نرضى نقطع اطفالهم نحن شعب مسلم يومي في بعض المواطنين الحديث عن الانتخابات الرئاسيه القادمه السلام عليكم سلام يا كرام بسألك سؤالين ثلاثة على الانتخابات اي تفضل بتعرف او سمعت انه في انتخابات رئاسية قادمة بعد حوالي 4 أسابيع من الان يعني بتاريخ 3 حزيران 2014 نعم شو رأيك بالانتخابات يا سيدي عم بتضحكوا حالا والله مو حرام عم بقتل الاطفال عم بقتل الخل عم بقتل العالم يا ويله من الله هو اللي عم يشتغل معه يعني شغله مبينه انا انتخاباتي خليه يجي يابا يتفرجوا هون ايش عم بصير هون عند الخل هون المناطق هي المحرره وبعدها يحكوا على الانتخابات يا ويله من الله شو رايك بتعدد مرشحين في الانتخابات الرئاسيه يا استاذ هي كلها خطه استمعوا يعني بدهم هن بس بشار وبس ما بدهم غيره بس هلا عم بيحكوا الحكي كله انه كاشو انه كحكي قدام بعضهم عم لهم الحكي كله هذا فاضي انه بدهم بشار وبس وبالنسبه لشفت اللهم صل على سيدنا محمد الدول هذول ايش بقولوا الروس والاسمه كلهم مع بعضهم هذول عم بتفهموا بعضهم ضد السوار هي بس واللي عم بيشتغلوا الله يرضى عليهم والله يحميهم وان شاء الله النصر لنا والله يفرج علينا وعليهم وعلى كل مسلم ان شاء الله شكرا الله يخليكم ويخلي نظركم وشرفتونا انتم سريع عام الله وسهلا نسالك سؤالين سريعين تفضل السؤال الاول بشار الاسد رشح نفسه للانتخابات من جديد ما رايك بهالشيء مسرحيه جديده ومنتهيه واللي بده يرشح نفسه بده يكون محبوب من قبل الشعب ما يدمر شعبه ببراميله ومفجرات ويقتل الآمنين السكان البريئين بعيدين عن كل مظاهر التسليح السؤال الثاني هالمرة في أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية في سوريا شو رأيك بهالمرشحين الجدد؟ يعني مسلسل جديد أضافوه لمسرحية قديمة ولا تزيد ولا تنقص أنه راح يكون هو الناجح إن شاء من شاء وأبى من أبى بدينا نجحون غصب عن الناس كلها رضيت أو ما رضيت انتخابات قادمة في سوريا بعد أقل من شهر ما هو رأيك بهذا الشيء؟ والله هو رأيي يعني سيكون مقتضب كان بدي أن أقول لا تعليق فقط ولكن سأقول قليلا من الذوق أيها الانتخابيون أو المنتخبون حقيقة لأول مرة في تاريخ سوريا هناك أكثر من مرشح انتخابي لهذه الانتخابات ما رأيك؟ والله شيخ حقيقة سيناريو مضحك ويدعو يعني الاستهزاء حقيقة يعني هذا التراجيديا يقومون بأشياء مضحكة ويضحكون على الدهماء من الناس على كل حال ينتخبوا من يريدون لأن النتائج ستكون عند المدرسة نحن سنحصد نتائج بإذن الله تعالى نحن سنضع مرشحنا الأخير بإذن الله تعالى بتاريخ 3 حزيران راح يكون في سوريا انتخابات رئاسية جديدة شو رأيك بهالأمر؟ نحن ما في عنا شعب ينتخب هالرئيس هذا اللي عم بنتخبه يعني شعبنا كله محرر كله برا يعني هذه الانتخابات هي كلها فاسدة وغير شرعية وما إسلامية ولا صحيحة أبدا لأني عندك الشعب 3/4 معارض أنا شعب ما في غير الشبيحة والأعوان هن اللي ينتخبوا وفقط لأول مرة بتاريخ سوريا في أكثر من مرشح للرئاسة في بشار الأسد وفي حاليا سمعنا عن ماهر حجار وربما في ناس تانيين شو رأيك بهالشيء؟
هو هدول كلهم تمويه اسماء وهميه، ويعني انه مشان انه يعملوا انه انتخابات يعني حره ونزيهه، بس هو معروف يعني لعبته القديمه يعني السابقه ايام ابوه اللي هو، يعني هو عدل الدستور على انه هو عمره لا يصلح لاستلام رئيس جمهوريه، وذلك عدل الدستور قبل 3 ساعات مشان هو يصلح رئيس جمهوريه كولايه، يعني صارت مملكه ما صارت انه جمهوريه حره. شكرا. اهلا وسهلا اخي. اول مره بتاريخ سوريا بكون في اكثر من مرشح للرئاسه، حاليا حسب المعلومات المتوفره انه في 4 أو 5 مرشحين للرئاسه السوريه، شو رايك بهالشيء؟ يعني شالوا حافظ حطوا بشار، وهلا شالوا بشار حطوا حجار، نفس الشيء. الجواب يعني واضح. بتاريخ 3 حزيران 2014 يعني بعد شهر تقريبا يكون في انتخابات رئاسيه جديده في سوريا. شو رايك بهالشيء؟ والله ما عم بعرف انا يعني انا انسان يعني فهمان، انسان اخلاقي، انسان عنده دين، بنتخب هيك انسان حيوان حيش السامعين. يعني هذا انسان والله ما بده لا انتخابات ولا ما بده شيء طاول، بده اسطبل واحد يحطه بين الحيوانات ويضمه وخلاص، ما بقى يعني لا بقى بدنا هيك رئيس ولا بدنا هيك يعني خلق تحكمنا نحن ان شاء الله. وعم ينتخبوا كبار صغار واللعب لعبة نظام، وأبوك قبلك خوان ويلي بيقتل شعبه خاين، أبوك أكبر خوان ويلي بيقتل شعبه خاين. ما يحصل في سوريا لا نستطيع أن نسميه انتخابات، سواء بالمعنى السياسي أو بالمعنى القانوني. بالمعنى السياسي اولا يجب ان يكون المرشحين متساوين بالفرص، وان يكونوا لديهم خلفيه سياسيه، وان يعملوا في احزاب ولديهم احزاب تكون داعمه لهم. بينما نحن في سوريا لا يوجد الا مرشح واحد في الحقيقه، وهؤلاء المرشحين ليس لهم اي خلفيه سياسيه اخرى، ولا نعرف ولا يعرف الشعب السوري عنهم شيئا، ولا نستطيع ان نسمي هذه انتخابات. كيف ستجري هذه الانتخابات والشعب السوري كله منكوب؟ وكل دول العالم تعرف أن الشعب السوري منكوب. لدينا لا يقارب 11 مليون نازح خارج سوريا، ولدينا ما يقارب 600 ألف شهيد وأكثر من 200 ألف معتقل سياسي. فكيف نستطيع أن نطلق على هذه العملية أو نطلق عليها عملية انتخابية؟ هل ستجري الانتخابات فقط في محافظات يسيطر عليها النظام؟ هذا الأمر غريب. أما لجهة الناحية القانونية، المرشح يجب أن تنطبق عليه شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. أولاً لجهة تعديل الدستور، تم تعديل الدستور بشكل سريع وقبل الانتخابات بفترة قصيرة جداً، وجاء الدستور كما جاء الدستور بأول مرة على قياس بشار الأسد، وتم تعديله على قياس بشار الأسد. الآن تم تعديل الدستور مرة أخرى على قياس بشار الأسد. فإذا كل مؤسسات الدولة ومقدرات الدولة يسيطر عليها بشار الأسد لدعايته الانتخابية ولتسويق نفسه كرئيس لسوريا القادم. لكن أين سوريا التي سيرأسها بشار الأسد؟ هذه ناحية. ناحية ثانية بجهة مخالفته لقانون ترشيحات، من شروط ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ووفق التعديل الذي أقره مجلس الشعب التابع لبشار الأسد أن يكون رئيس الجمهورية غير متزوج من أجنبية. بشار الأسد متزوج من أجنبية ولا يعقله الترشح لرئاسة الجمهورية. هناك جانب آخر في الجانب القانوني طرحت عليه بعض التساؤلات في حال ولود البلد في حالة حرب أو حالة طوارئ استثنائية، هل سوف يتم تجديد لبشار الأسد أو للرئيس الحالي بشكل تلقائي؟ أنت تتحدث عن دولة، عندما تكون هناك دولة يجب أن تكون هناك مجموعة قوانين ونظام يمكن تطبيقها. لكن في سوريا لا يوجد لا قوانين ولا نظام يمكن تطبيقها. إذا كان التمديد سيأتي عن طريق مجلس الشعب، فمجلس الشعب بالأساس هو مقاس على قياس بشار الأسد، والانتخابات مقاسة على قياس بشار الأسد، التعديلات الدستورية جاءت على قياس بشار الأسد. فلا يمكن أن نتحدث نحن عن عملية انتخابية بالمطلق.
والبلد في حالة حرب، وأكثر من 70% لا يسيطر عليها بشار الأسد. نعم. بهذا الشكل ننهي جولتنا في شوارع حلب وحاراتها، بعد أن نكون قد التقينا عددا من الشباب والرجال يجمع أكثرهم على أن الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة بالذات ليست مناسبة، وأنها لعبة لا أكثر وأقل من النظام، وأن تعدد المرشحين لعبة أخرى من اللعب التي اعتاد عليها السوريون والتي فهموا دورها في حماية النظام وبقائه بعد 40 سنة من إيجادهم على أسفل الجدار، أسفل الجدار الذي كتبوا واختاروا عليه في يوم من الأيام أن يقولوا أن للحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، وأن الطريق إلى الحرية قد يكون بعيدا لكنهم بدأوها خطوة بألف ميل وهم لن يتوقفوا عند الخطوة الأولى.